الريكاتاج واخا خوتي هي البيتزا كما كتشوفوا ها نتوما درتها تتسمعي كدير طق 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 طلاق خطاطك عرفتي صافي راه كيدلك شي العجينه هي تا بطاطا بطاطا شي هذا شري في الثلاجه شري في الفريكو ها جلس خواتاتي صراحه اليوم بعد اول حاجه السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير شنقول لكم عاتق مريض بزاف كنتمنى بانكم تدعوا معاه عرفتي مريض 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 بزاف الله يجعل ربي يشافيه يا ربي ومسكين تشهى قال لك ما باغي والو باغي قال لك هاد الديمو هذا وباغي عصير وصراحه المريض ملي كيتشهى شي حاجه خاصك ضروري تجيبيها ليه حيت كتكون نفس مريضه وتتكون دات مريضه وهادي هو مسكين نديرو ليه خاطرو وانا معاه ان شاء الله ان شاء الله انا معاه تيبره دابا غادي نمشيو لعندو هاد الكينه هادي ماشي هي انت ديال السخان هادي هادو لي بران عرفتي وعندو وحده اللي تنعطيو دابا هادي صافي انتما معانا اخوتي صراحه الله يجعل ربي يشفي يا ربي يا ربي هو مسكين عرفتي مغمغان عرفتي عاشق هاكا نوض مسكين مريض مسكين كيضحك عادي ماشي ناس يدعوك معاك الناس غاتاكل حتى داكشي اللي غنوض يلا حيدي مالهم ولكن سامي وقفاش معايا اليوم بالليل وارك راجل يا ولي واش انا غادي نفوتك انا كاع ما غنفوتك نوض عليك خاصك ضروري تاكل بعدا ضروري نوض نوض نوضك ديروا لي مسكين ديروا لي الحامض هنايا البارح درت ليه الطاطا وبديت كنخربق درت ليه مخينزه عطاتني مشو مخينزه مع الليمون ولكن راه سخاين سخاين ومريض مريض مريض يا اخي خلينا نفعش هذا الشيء هذا باش غادي تمس لك السخانه سخان ديري لي تبطاطا بطاطا شي هذا شري في الثلاجه شري في الفريكو ها جلس مابقيتش داك اللي بغيتي بالبي صافي انا زوين لا لا حتى حتى لا سالي انا موكلك زعما اش معاك ماشي انا موكلك زعما غنحط لك سماها يلا عاتق قول لهم شي كلمه باش يوضعوا معايا في الشيء داو معانا داو معانا خوتي ولا اي واحد شي مرض المهم دابا كاين واحد المنزله ديال البرد كلشي شي مرض دابا والحمد لله المهم المصاب انا ما عارفش دابا هادي كلشي في رجليا عاوتاني الحمد لله الحمد لله والشكر لله وما كنتش فكرت بانك عمرك دمرت عزيز عليك باش نيت انت تجدو تقول يا ربي الحمد لله كنشكرك الحمد لله سمعتيني ايوا صافي اخويا هادشي اللي كاين غادي نهضرو شويه في البيتزا وغادي ياكل دابا يا ويا الله معانا والله يعرف ربي شافي انا مع مراه وغنقص مع مراه واخا ما عرفتش شنو غيوقع لي ولكن هو تيقول لك صداع والله هذا صداع بالله مريض وخليني في العين وخليني في مدار انا عارف صافي نسكت يلاه المهم خوتي خواتاتي عاتق مريض الله يجعل ربي يشافي ويشافي جميع المرضى اليوم جينا نعجنا شنو البيتزا كتقفط يدك بحال هكا وكتشدي اختي هاد الشغل هذا باش شي زغبه ما تهبط لك هنايا على العجينه ديالك هكا تتصير يا اختي هكا العكزه الحكس العكزه ولا شنو كيقولوا لها عكسه العكسه اييه من الغلطه صحي ليا العكسه بحال شنو هي العكسه العكسه بحال هكا يا اختي باش عرفوا اختكم حاده حاد قال اختي ماشي ضروري اختي نشارك معكم اي حاجه في الطياب وداك الشيء ولكن مره مره تنشارك معكم دابا غادي نعجنوا البيتزا زعما حاكه حاكه ها نتوما هذا الزعتر نعم لا لا باش يجي الراجل كيعتر الله يخلي لي زماني الله يخلي لي راجلي والله العظيم الله يجعل ربي شافي عزيز عليا وبزاف انا بعدا كنحماق عليه الله يخليه ليا ها نتوما هنايا كاين فرش الفرص شويه ديال سبيسيال خلص ها نتوما غنديرها شويه ما غنديرش بزاف حيت باش نضوق امي وايمان سمعوا على البيتزا ياك صافي بحال هكا كنشدو انا على نعم الزعتر كنحكوه نغني لكم ولا بلاش صوتي كيخرع انتما صافي بغا لك حكينا الزعيس وانا عمل لا كنشدو شويه ديال الخميره الخميره ديال الدار
كانت المعجون ديال المعجونه هذه غبره هذه خمير ماشي الاخرى ها نتوما كنديروا شويه باش تنفخ ليا بالزربه صافي كنديروا شويه ديال الملحه نعمل لها ها نتوما على قياسكم نتوما عارفين المغرب ولا شنو نقول لكم باش بطل الدول العربيه كلها كتعرف البيتزا نزيد شويه صافي عندي ضروري سنيده خديت واحد الدرهم ديال سنيده هي غنزل لنا واحد شويه باسي هكا نزيد شويه صافي انا ما عرفتش ندير ليه الزبده واسي اختي الزبده الله يحفظك اختي دبسي باش تباني حيت الضو الشعه ديال هادي ضروري ندوز على العجين غادي نوض ضروري هانتوما كناخذ شويه ديال الزبده شويه تنديروها هنا شنو قلت لكم بحال هكا ما سمعتونيش صافي شويه دابا كناخذو كنعجن عندنا بالحليب غتقيس تما كندير لك طاح اختي الحداقه ناري يا اختي شوفني راجلي هكا كنعجن ناري يحبب لي راس شوف اختي ما في راجلك مره مره بيزا حيدي لي هذاك حيد مره مره طع مره مره طعك وصوب لي بالهم شوف واش كندير شي واش مو عارف حيد طلام باش نصبر لهم فين ولي يا واسم وحق الله ما لا نجمعوا العجينه دابا بصوا واش يا واسم قرب هنا غنضربك قطع بلاتي دابا ما كاين دلك اختي دلكي هكا هكا اختي دلكي العجينه مزيان دلكيها بحال هكا تتسمعي كدير طق 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 الله خطر طق عرفتي صافي راه كيدلكتي العجينه هكا اختي ها ها واش دير بحال هكا ها ها واسيم ها 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 شوف ها ها هكا واسيم شوف عجن 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 شوف البنات يقولوا اختكم محاد اي اختي محاد يا انايا شوفي كتشدي عاوتاني هكا شوف اختي باختي هكا كيداير غنطشو الحليب نشرب المهم خوتي دابا رجعنا المطيشة غادي نقطعو المطيشة وغنديروها في الطحانة أنا كنديرها بقشورة حيت كنطحنها هانتوما كنعصر الزريعة بحال هكا وكنشد اختي هادي كتحيد هاد العظيمة هادا لهنايا هكا فهمتيني ما ديريش بزاف د المطيش عندي غير شويه دابا درت وحده تماك حيت التليفون طفى لينا صافي اختي عاوتاني كنديرو ها الرقاده عشان شي فرحانه حيت راجلي بغا البيتزا تصوري في الاخر يقولك لا ما ناكلهاش ناري قفره من هنا حتى لهنايا راق ناري دابا صافي غنزيدها وحده حيت ما حيت انا درتها شويه زيد طاوج ما ندير الصغيره انا صافي انت كديريها زعما راه كنوريكم زعما المغاربه راه ما حادينش الدول العربيه راه عافاكم حال دقين انا بغيت نشارك معكم مشات وغندير معاها تا سميتو غندير معاها تا مال البصله المهم قطع بلا ما نطول عليكم في الفيديو هانتوريهم انا درت هنا البصله هاجي توريهم درت هنا البصله زادت هنا بصيله وحده هي بصيله وحده براكا حنايا بجوج انا وعاطيه صافي كتشدي اختي الطحانه كطحني سمعي سمعي هادشي تطحن مزيان خاصني تطحن ومن بعد خاصني تبدا في المقله من بعد تنطحن البيتزا هانتوما معانا دابا بغيت نقول لكم زعما ما نقولش لكم باش نشوفوا كيفاش طحناها هانتوما دابا غنشعل البوطه ها هانشوفوها بسم الله هانتوما مري مزيان شتي كي كتجي يا سلام شويه اختي ميزبق
صافي دابا شنو غادي نديرو البنات؟ ثوابي ماشي ديال الزعتر حتى هو يضحك انا ورد طريقتي صافي شوي زعطريه. هذا سكين جبين مخلط مع البزار، غادي نديرو شويه ديال الكمون غير شويه باش ما يجيش لينا اختي مذاق مر. صافي كنديرو شويه ديال هذا التحميره، ما عنديش ما عندي ما ندير. صافي دابا غنعاد دابا غادي نحك الثوم، صافي غنخلط هذا الخليط هذا وغادي نشوي المليحه ودكنو. صافي انتما معايا بلا ما نطول عليكم. الريكاتا جاب اخوتي هي البيتزا كما كتشوفوا، ها انتما درت شويه ديال البصله وشويه ديال الفلفله والطون وشويه الفرماج الاحمر والفرماج المربع حتى هو قطعته شويه درته تماك. ها انتما شو كيجيكم؟ كيجيكم اخوتي؟ دابا غادي نمشيو نقسمو باش نعطيوها العتيق باش ياكل مسكين ما باكلش من البارح. تابعونا. اجا ماما اجا. ايوا خوتي كما كتشوفوا ها نتوما انا وجدت بيتزا على قد الحال صافي، بيتزا متواضعه او عتق مسكين دعوا ليه بالشفاء مريض وفيه السخانه. لا اله الا الله خوتي ولكن الحمد لله المؤمن مصاب. ايوا شي كلمه حقا عتق. كنشكركم بزاف وسميرة تعذبات معايا اليوم بالليل. ماشي مشكلة تعذبات، ماشي مشكلة حبيبي. انت راه راجلي وعلى راسي وعينيا، انا عمرني فوتك واخا ما عرفتش شنو يكون. سمعتيني؟ زعما انا مرات ما توقفش معايا قلقل نوقف معاك. اييي يعني عليك شنو كيضعف الشيء. اييي عليه. ايوا سيدي عاتق حيد اواسي ما ديرش بحال هكا. انا يا حاجة واحدة، انا من كل ناس ما نقدرش نفهم. مسكين منعش ليه كامل ولكن الله يشافي، الله يجيب ليه الشفاء والله يشافي جميع المرضى. يلا عاتق هكا ذوق البيتزا والعجينه. وحنا في نمنو، وحنا في نمنو درتها رقيقه على البنات. اسيب الصداع اصاحبي نعطيها لي ديالو. نوكلك؟ لا لا انا نقول بسم الله ورد عليه وما تكذبش عليا عاتق. هاكا واسي لا صراحة شوف هنا وضع ويا يلا عاتق. ايوا صافي اخوتي هذا هو الغدا ديالنا، متشهى بيتزا وقلت والو نصيبها ليه. كتعرفوا واحد ملي كيكون مريض مسكين كيبقى يتشهى وما عنده جهد. متصمرت اختي على دراعي وانا تاختي كندلك وجد ليه البيتزا. واختي خاطر قال لك مريض شوفك تبارك الله كيدهس. تقول لي شكرني قول لي يعطيك اسامي الصحه. الله يعطيك الصحه. الله يسامحك والله ما قادرش نهضر اصلا. مسكينه كنضحك معاك. هذاك الراس نحببو لك هذاك الراس. ها انت شنو بغيتي عاتق؟ شنو بغيتي؟ ايوا صافي هادشي اللي كاين اخوتي كنضحك معاكم. السلام عليكم تنتلاقاو في فيديو جديد. تحيه اختي امينه مسكينه جات باش كتصور فيا مح عليك ولكن تا هما صيبت ليهم الطاو ديالهم راه كطيب. اجي نوريها لهم باش ما يقولوش كنكذب على شي حاجه. ها انتم اخوتي سمحوا لي على هكا، عارفين حنا ناس على قد الحال وصافي. ها انتم راه هي كطيب ديال الدار نتا هما وامينه وايمان هما كيبغيو بيتزا ما ماشي مشاكل مساكن يشموا الريحه في الاخر ما نعطيهمش حشومه. يلا خوتي السلام عليكم تنتلاقاو في فيديو جديد ومح عليكم ولي لايك والبارطاج.